ظلمت حينما قالوا عنها إنها امرأة حديدية. بثقة وجدارة وصلت إلى أعلى المناصب. من أشهر عازفات الفلوت ليس في مصر فحسب وإنما في العالم. أظنكم عرفتم أن الحديث يدور عن إيناس عبد الدايم. إيناس عازفة الفلوت تتحدى، حكاية هذه المرة من داخل مبنى الأوبرا المصرية في القاهرة. فلنبدأ. في هذا الفضاء العمراني الجميل تقضي إيناس عبد الدايم معظم أوقاتها، ليس في الوقت الحاضر فحسب وإنما منذ أن أنهت دراستها في المعهد الوطني العالي بباريس عام 1989. وتمت إقالتها من منصب رئيس دار الأوبرا المصرية في عهد الرئيس السابق مرسي، ما أدى إلى اعتصام من قبل الفنانين والسياسيين والناشطين الاجتماعيين دفاعا عنها. دكتورة إيناس، قبل ما أجي على المقابلة كنت خايف يعني يتحطم وجهي أو تكسر، قريت كتير إنه امرأة حديدية يعني، بس فورا تغيرت الصورة يعني. ممكن أفهم يعني سر التسمية هاي؟ الحمد لله إنها تغيرت الصورة. لكن يمكن التسمية دي يعني كانت في مرحلة معينة، المرحلة اللي كنت مريت بيها في مواجهتي للإخوان مع وزير الثقافة السابق قبل 30/6. فيمكن حالة الإصرار والعناد والوقوف والصمود قدام الموقف نفسه، يمكن هو ده يعني إدى الإحساس بالمعنى ده. شو مشكلتك مع الإخوان؟ كان في مخطط موجه لوزارة الثقافة والمثقفين، وبدأ بتحركات سريعة جدا عند تغيير وزير الثقافة، فيمكن أنا كنت تاني خطوة يخطوها في هذا التغيير يعني، وهنا كان الوقفة الكبيرة بعد كده تم. اصحي يا مصر وانزلي للشوارع زلزلي، اصحي يا مصر وانزلي، اصحي يا مصر للشوارع زلزلي، اصحي يا مصر. يعني هم أرادوا النيل منك شخصيا؟ مننا جميعا الحقيقة، مش أنا بشكل شخصي، لأن هو كان المطلوب تغيير المعنى والمضمون وكل شيء يخص الثقافة، لأن هي دي كانت المنطقة اللي كانت لسه ما تلمستش. لكن بعد كده أصبح الهدف النيل مني أنا شخصيا عند صمودي، لأن أنا رفضت هذا القرار. مين أنت بالذات؟ بقصد خلفيتك الفكرية والثقافية. أنا تخرجت من الكونسرفاتوار بأكاديمية الفنون، سافرت لباريس، حصلت على الماجستير والدكتوراه من إيكون نورمال دو باري في فرنسا، اكتسبت ثقافات مختلفة كتيرة جدا. فعند رجوعي بدأت أمارس مهنتي بشكل عملي وبكل المكتسبات اللي أنا اكتسبتها من الخارج. فكنت يعني مع تقلدي لعدة مناصب في الثقافة حتى وصولي لدار الأوبرا، وكانت هنا المنطقة الخطر بالنسبة لهم وما يقدم من محتوى داخل دار الأوبرا. اختلاط الذاتي بالعام سيطر على شعوري وسلوكي وتوجهات إيناس عبد الدايم أثناء فترة ما عرف باعتصام وزارة الثقافة الشهيرة. الحقيقة كان يعني هو شعور في أكتر من معنى، يعني أنا فقدت في خلال الاعتصام ذاتي. مفيش شك إن كان في لحظات فيها قلق، مش عايزة أقول خوف، لكن كان في قلق، وقلق يمكن ما كانش يخصني أنا بذاتي، ولكن كان يخص أسرتي، يخص حياتي، يخص ولادي، لأن مفيش شك إن أنا تحولت لهم بالند.
هذيك الفترة كما قرأت أنه هاي الأحداث ساعدتك بتحقيق فكرتك هي نقل الأوبرا إلى الشارع. ده اللي حصل، وأقمنا بالفعل مسرح وابتدينا نضع برنامج يومي على مدار الأربعين يوم فني، بنقدم فيه فنون باليه، بنقدم موسيقى عربية، بنقدم مسرح، بنقدم موسيقى كلاسيك. وكان يمكن من أجمل الأيام اللي شهدناها أثناء الاعتصام كان عيد الموسيقى، هو بيبقى 21 يونيو. العالم كله كان بيحتفل بهذا اليوم على الرغم من الجو الكئيب اللي كانت مصر بتعيشه. عدت بالمرأة التي لقبت بالحديدية إلى الطفولة وإلى سر العلاقة مع آلة الفلوت. أسرتي كانت لحد كبير الفن فيها جزء مهم جدا، فوالدي علمني الموسيقى وأنا عمري 5 سنين وكنت بعزف بيانو بالفعل، ولكن لما دخلت الكونسرفاتوار اقترحوا إن ليه ما يكونش آلة الفلوت بجانب البيانو، فابتدوا يشرحوا لي هو الفلوت وجابوا لي أقرب شيء للناي اللي هو أنا كنت بحبه جدا، وقالوا لي ده يمكن أقرب حاجة له وهتحب الآلة. لما سمعت صوت الآلة انبسطت جدا وحبتها، فقبلت أن أنا أدخل وتمسكت بالبيانو لمدة 3 سنوات، وبعد كده لقيت أن لا لازم أتفرغ، وبالفعل اتجهت للفلوت. وزوجك ما كان يغار من هذه الآلة؟ كلهم كانوا بيغيروا ولكن هم يعلموا قد إيه حبي للفلوت و إيماني بالرسالة الجميلة دي. فالحقيقة كان في عوامل مساعدة كبيرة جدا جدا من زوجي، من ولادي، وطبعا العنصر الأول هو كان والدتي. ساهمت إيناس إلى حد كبير في تعريف الجمهور المصري على آلة الفلوت. أنا لما رجعت بعد دراستي في فرنسا الحقيقة وأصريت على رجوعي، ما كانش آلة الفلوت يمكن في مصر معروفة بشكل كبير. أثناء دراستي في الخارج كنت برجع وبقدم حفلات كتيرة جدا، ابتدت الناس تعرف يعني آلة فلوت وإن في سيدة مصرية بتمارس هذه الآلة. ابتديت بالفعل أنشئ فصول للفلوت من خلال طبعا الأكاديمية مكان دراستي في كونسرفاتوار، ومن خلال دار الأوبرا. كان لأول مرة في تاريخ مصر أن فنانة لآلة موسيقية تحصل على جائزة دولة. تحظى إيناس عبد الدايم بتقدير لافت كموسيقية وكرئيسة لدار الأوبرا المصرية. أنا علاقتي بيها بقالي يمكن أكتر من 20 سنة، واتعاملنا في حفلات كتير جدا على المستوى الفني، لعبت معايا كذا كونشيرتو، ببقى سعيد جدا وأنا بقود الأوركسترا وهي بتعزف معايا كسوليست. القائد بيستريح لما السوليست يكون زي ما بنقول في لغة الموسيقى راكز أو ثابت. الناس اللي مش بتفهمها بتبتدي تخش في مشاكل، إنه بيقول ده أصل المنصب غيره، أو لا أنا مش بشوف كده، إنه الشخص اللي بياخد منصب بيبتدي يبقى عنده مسؤوليات أعلى، واللي حواليه بالذات الأصدقاء القدامى لازم يتفهموا الموقف ده، لأن أنا حصل معايا نفس الموضوع بس على قياس آخر لما مسكت إدارة الأوركسترا. لم يقتصر دور إيناس على إقامة الحفلات الموسيقية في دار الأوبرا بالقاهرة، وإنما تعداه إلى مناطق عديدة داخل مصر وفي الخارج أيضاً. قدمت حفلات كثيرة جداً في بلدان كثيرة من العالم. حفلاتي في البداية كانت في المراكز الثقافية تبع لبعض السفارات الأجنبية، كنت دايماً باحثة عن تقديم فني في أي مكان. نفذت التجربة دي كان في وقت ما كانش يعني إيه فلوت ويعني إيه عازفة فنانة تعزف،
لبيزيه السويت كارمن في الصعيد، وكنت أول واحد بنفذ هذه التجربة، وبدأتها من أسوان والأقصر وإنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، وأخدت الصعيد كله. كنت دايماً دائماً في سوريا الحقيقة بدرس في فصل هناك، كنت دايماً بتابعه سنوياً في الأردن في أكتر والجزائر، غير طبعاً بلدان العالم اللي قدمت فيها وفي مسارح كثيرة جداً. ماذا عن حياة إيناس عبد الدايم الشخصية؟ وماذا عن مشاريعها الفنية مستقبلاً؟ وماذا أيضاً عن طموحاتها الخاصة بتطوير دار الأوبرا المصرية؟ المزيد بعد الفاصل، انتظروني. الخصائص الذاتية تسهم إلى حد كبير في تكامل شخصية الفنانة إيناس عبد الدايم، فإلى ماذا تسعى بعد أن حققت قسطاً وافراً من التميز والنجاح؟ بعيداً عن عالم الموسيقى، انتقلت بإيناس إلى عالمها الشخصي، إلى الأسرة وإلى الحياة اليومية الخاصة. أنا زوجة وأم وجدة. زوجي بيشتغل كان في منظمة اليونسكو في باريس، وتقابلنا في باريس بالصدفة. هو اختارك ولا أنت اخترتي؟ هو اختارني. وكنا يعني المقابلة حتى كانت لطيفة، لأنها كان من خلال حفلة. ده كانت المقابلة الأولى. وعندي بنتي خريجة صعبان حقوق فرنساوي، وابني طالب في الجامعة الأمريكية آخر سنة. شو القسط اللي بتاخده العائلة من حياتك؟ قسط كبير جدا، لأن أنا تربيت في أسرة كانت الأم فيها هي عمود كل شيء، والاتصال الروحي والنفسي كان قوي جدا جدا، وده أجمل، أنا بقول أجمل ما اكتسبته في حياتي، فحبيت ان الاكتساب ده ما اخسروش ابدا، فديته لولادي، لان مهما انا كفنانه او كمسؤوله حققت نجاحات كتيره جدا بره، مش ممكن هستطعم بيها الا اذا كان بيتي ناجح. يعني بالبيت انت اللي تطبخي لهم؟ انت اللي؟ انا اللي بطبخ. شو الطبخات؟ لا بطبخ كل حاجه. لاني بحب استطعم الاكل، وتربيت في بيت يعني كنا بنستطعم فيه الأكل كويس جدا، بطبخ شامي وبطبخ مصري وبطبخ أوروبي، بطبخ كل حاجة. يعني أمل أنه زورك يوما ما و... إن شاء الله تشرفوا. أعباء ضخمة ملقاة على عاتق إيناس كرئيس لدار الأوبرا المصرية، ما قد يؤثر سلبا إلى حد ما على إيناس الموسيقية. جزئية الفنان فيها بتحركني كتير، والفنان هنا بيقدر يفصل لحظة قبل دخوله على المسرح ولحظته في وقوفه على المسرح، فيمكن الجزئية دي اكتسبتها بقوة من تمسكي بالفني، من ممارستي للفن، من تجربتي اللي عشتها في الخارج كتير. فأنا بعتبر الإدارة هنا هي الفصلة ما بين
الستيج وبره الستيج، فهي دي الإدارة. تركت إيناس بصمات واضحة على حياة دار الأوبرا بمصر وجعلتها خلية نحل موسيقية. طموحي أنا اتحقق على أيديها، يعني فتحنا فصول جديدة، كان عندي فصول حوالي 10 فصول، دلوقتي دخلوا على 15 فصل، توسعنا في الدمنهور وفي اسكندرية. حماسها وتشجيعها خلانا ان احنا نبدع في حكاية الأطفال، لازم يطلعوا ويبقوا على المسرح، لأن هي شغلتنا ان احنا نطلع مواهبهم على الستيج. الموضوع بعد ما كان 70%، أنا أقدر أقول لك دلوقتي على مسؤوليتي 100% بتواجدها وبحماسها. إيناس لا تهدأ ولا تستكين، تعمل ليل نهار على فكرة رؤية دار الأوبرا المصرية راسخة في أذهان المجتمع المصري. كان طموحي بكل المقاومات اللي عندي من فكرة حتى إن المفروض الأوبرا أحولها لشيء حقيقي قوي جدا، باستدعاء فرق قوية جدا، بحاجات كتيرة جدا. الظرف الأمني مش مسامحني، الظرف الاقتصادي مش مسامحني، أحداث البلد مش مسامحاني، فبالتالي الطموح أجلته إلى حد ما، ولكن اشتغلت بفكر مختلف. المرحلة اللي احنا فيها احنا محتاجين ايه، طموحها ايه، فحولته للوكال طموح، ان النهاردة لا بقى في هدف، وهو الهدف النهاردة الوصول للقاعدة الكبيرة العريضة اللي في مصر. الفن والموسيقى قد يشكلان عاملا مهما للخروج بمصر من أزماتها التي تحيق بها. لما نيجي نحلل ونترجم كل الأحداث اللي احنا عشناها هنلاقي حقيقي كان في قصور، وقصور من سنة ولا اتنين، ده قصور سنين كتيرة جدا جدا جدا، لأن حقيقة عدم مخاطبة الشباب وعدم توجيه الفن والثقافة بالشكل السليم الصحي أكيد كانت من مؤثراته التطرف الشديد اللي احنا عشناه وشفناه. يعني أنا بفتكر وأنا طفلة صغيرة في المدرسة كان فصل الموسيقى ده مهم جدا، الرياضة مهمة جدا، الرسم نشاط فني، حاجات جميلة، وكان في كشافة وكان في أمور كتيرة جدا، كانت الطاقات كلها والفكر بيتكون. النهاردة كل ده احنا بقالنا سنين تم تهميش وإهمال تماما هذا الفكر، فبالتالي نتج عنه الشكل اللي احنا مصر بتدفع ثمنه حاليا دلوقتي. وبالرغم من المهام الإدارية الصعبة في حياة إيناس، تبقى آلة الفلوت الرفيق الدائم لها. ما هي اللحظة اللي هتفارق فيها إيناس عبد الدايم آلة الفلوت؟ الموت. يطول بعمرك. أنا عارفة إن الفنان بالذات في العزف بيبقى فيه مرحلة، يعني دايما نقول ايه راقص الباليه المرحلة العمرية بتبقى بسيطة جدا، مغني الأوبرا، ولكن دايما العازف أصعب من يكون هو مغني الأوبرا الحقيقة، أو أي فنان التخلي عن فنه وعن المسرح. لكن أنا دايما بقول العزف يعني بيقولوا يموت الزمار وصباعه بيلعب، حقيقي يعني جزئية العزف بالنسبة لي، ولو حتى يمكن بعد مرحلة معينة ما يكونش عندي نفس المقاومات اللي كانت موجودة ككفاءة، ولكن ما أعتقدش أنه ممكن
أبطل عزف أبدا. يعني بعد 30 سنة بيجي بصور حفلتك. إن شاء الله. إيناس عبد الدايم اسم سيظل محفورا في الذاكرة ليس في مصر فحسب وإنما في العديد من دول العالم نظرا لصلابتها والأهم الإصرار من قبلها على أن الفن يمكن أن ينقذ أي مجتمع من أزماته. إلى اللقاء الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من حكايات مع أكرم خزام.